بصبح مرة تانية على كل اللي بيتابعونا. بنبدأ معاكم بفقرة الصحافة للنهاردة 26 نوفمبر 2012، وهنتابع مع بعض أهم عناوين الصحف اللي معانا النهاردة. وضيفنا الكاتب الصحفي أستاذ نبيل صديق، مدير تحرير مجلة صباح الخير. صباح الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بك. خلينا نبدأ مع بعض بالأخبار موجودة معانا النهاردة من جريدة الشروق، الصفحة الأولى: مصر غدا بين ميدانين. الأهرام: حوار شامل مع القوى السياسية لحل الأزمة. المصري اليوم: الغضب يشتعل والرئيس في مأزق. الوطن: مرسي يتيح بالقيادات العمالية بموجب الإعلان الدستوري. الأخبار: مستشار الرئيس يرفضون الإعلان الدستوري. الأخبار: أزمة في نقابة الصحفيين. البورصة تنهار وخسرت 29.2 مليار جنيه. المصري اليوم: بدء التعامل مع الأسعار الجديدة لبنزين 95 في محطات الوقود بسعر 5.85 جنيه. الأهرام الصفحة الأولى: توقف إرسال 3 قنوات بالتلفزيون 70 دقيقة نتيجة تشوش متعمد. وهنبتدي طبعا بالخبر الأهم اللي بيشغل الشارع المصري كله من الشروق، الصفحة الأولى: وانقسام بكرة ما بين ميدانين. هو الانقسام مش بين ميدانين، لان هو الاحداث مش متركزه في ميدانين بس. الاحداث لو بصينا عماله تنتشر وتتصاعد خلال الايام اللي فاتت. بدات بمحمد محمود، اتنقلت لدمنهور، اتنقلت لاسكندريه، اتنقلت للسويس، وامبارح اخيرا اسيوط، وهناك مصابين وقتلى في هذه المحافظات. الازمه الحقيقيه ان احنا بنعيد انتاج الماضي. بنعيد انتاج السيء في الماضي. احنا بقالنا 60 سنه ماشيين بشكل واحد، وهي الغاء الاخر. الحزب الواحد، التيار الواحد، الزعيم الاوحد، مش عارف ايه الاوحد. عايشين في هذا المناخ السيء وبنعيد انتاجه بشكل جديد. المفروض ان ثوره 25 يناير الناس نزلت قالت عيش، حريه، عداله اجتماعيه. كل ده تجاهلناه، وكل فصيل من الفصائل الموجودة، كل طيار من الطيارات بتحاول الهيمنة وأخذ أكبر قطعة من التورتة لنفسها. فبالتالي إحنا داخلين في أزمة، لأن كل واحد بيستبعد الآخر. بقالنا 60 سنة تعودنا على استبعاد الآخر. لم يعني بنردد كلام بشكل زي البغبغانات لما بنقول إنه التنوع ثراء. إحنا هنا في الشارع السياسي الكل بيقول التنوع عميل، كافر، خاين، وبيبان في الأزمات مع الآخر. الآخر مرفوض تماما، مش قادرين نقعد، مش قادرين نقعد نتفاهم ونحاول نفهم إن الدنيا ممكن تساعد الجميع، إن الدنيا ممكن يحصل فيها تفاهم. الكل يحاول استبعاد الآخر. حتى الفصيل اللي وصل للسلطة بعد 25 يناير بيطبق ما كان يفعله الحزب الوطني بالحرف، سواء في البرلمان زي ما شفنا، سواء في الشارع، سواء في السياسه، سواء في كل حاجه. محاوله الغاء الاخر تماما. فاحنا هنا بنعيد انتاج الماضي بنفس اسلوب ونفس طريقه الماضي البغيض اللي احنا كنا بنرفضه. يا ريت خدنا من الماضي جزء كان جيد، لا، ده احنا بنعيد انتاج ما أسوأ ما في الماضي. فكره ان انا اعيش لوحدي دي انتهت. العالم كله انتهت في فكره الزعيم الاوحد. العالم كله انتهت في فكره العالم الحزب الاوحد. كل الاوحد ده انتهى. العالم دلوقتي بيحاول يتعايش مع بعضه، بيحاول يتفاهم، بيحاول يوصل لنقط. ليه احنا هنبقى متخلفين عن العالم ومصرين ان كل طرف يستبعد الاخر ويلغيه بشكل نهائي؟ فاحنا وصلنا احنا دلوقتي في دمنهور في حرب شوارع. الناس عماله تضرب بعضها، وناس قتله، والناس مصابين. وفي محمد محمود نفس الحكايه، واتنقلت بالليل لميدان سيمون بليفوار في جاردن سيتي. ليه ده كله؟ حضرتك قبل ما نبدا قلت لي ما ينفعش نوصل لبكره. ما ينفعش نوصل لبكره لعده اسباب. بكره هتتحول لساحه حرب بقى، ولو بدات في القاهره اعتقد هتبقى بشكل سيء، لان كل طرف نازل لاستبعاد الاخر، ما عندهوش اي استعداد لاي تفاهم، ومن هنا تبدا الازمه. فبالتالي لو وصلنا لبكره لازم يكون في حلول النهارده على وجه التحديد، يا حلول سياسيه، يا حد يفصل، يا اما الجيش يفصل بين كل الناس دي. لانه الواضح ما حدش بيدور على مصلحه مصر. كل واحد باصص للازمه من زاويته الضيقه، يعني من مصلحته الصغيره، ولو على جثه الوطن. فبالتالي ما ينفعش نوصل النهارده يفصل ما بين الطرفين، ولا الامل او يبقى في حل سياسي بالتراجع عن القرارات اللي هي قسمت الشارع وقسمت. لانه حتى لو بصينا للقرارات، التحصين تم تحصين مجلس الشورى الذي يسيطر عليه فصيل واحد.
التحصين التأسيسية التي يسيطر عليها فصيل واحد، والانسحابات وصلت حوالي 29 لحد دلوقتي. فبالتالي أنا بحصن فصيل واحد مش بحصن مصر، فبالتالي إحنا قدام مأزق حقيقي. الكل غائب عنه مصلحة مصر، مصر مش موجودة في الحسابات، واللي بيحصل في الشارع دلوقتي محدش بيفكر في مصر، كل واحد بيفكر إزاي يكسب لنفسه، ومحدش هيكسب لوحده. لو حد فكر يكسب لوحده أعتقد البلد هتبقى في وضع سيء جدا. الأهرام الصفحة الأولى حوار شامل مع القوى السياسية لحل الأزمة، يعني العنوان ده اتأخر شوية. ما هو يعني ما هو برضو الكلام بيبقى من جانب واحد، القوى السياسية أعلنت كلها لا حوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري الجديد. صحيح. فبالتالي منين أنا بعلن إن هناك زي ما كنت بتكلم في الأول، كل واحد بيتكلم من دماغه، مش شايف الآخر، مش شايف الآخر قال إيه، مش شايف الآخر بيتكلم إزاي، والتانيين برضه هيصمموا على موقفهم وهيرفضوا الحوار. فبالتالي ده هيبقى حوار الطرشان، حوار الطرشان اللي محدش سامع حد، وفي النهاية هتؤدي إلى اللي إحنا شايفينه النهاردة. المصري اليوم الغضب يشتعل والرئيس في مأزق. ما احنا لو بصينا الغضب يشتعل، يعني يشتعل عندك عندك المحاكم متوقفة، والأغرب أن كل الجرائد وكل وسائل الإعلام وكل راصد قالوا أنه حوالي 70% من المحاكم والنيابات متوقفة. يصدر النهاردة جورنان الحزب الحاكم فشل الإضراب والمحاكم مستمرة في عملها بالكامل. يعني ما زلنا زي ما انا كنت بقول بنعيد انتاج الماضي، حتى طريقه الاعلام القديم برضو بنستخدمه، بننسى ان انا بدوس على الزرار بشوف العالم كله من خلال الساتلايت، بدوس على الزرار بشوف العالم من خلال الانترنت. ما هي دي النقطه اللي يعني انا مش قادر افهمها. دي ناس بتتكلم من عصور سابقه، من 30 40 سنه، ده كان ينفع في الستينات. النهارده انت بتكلم مين؟ ده واحد ده الطفل بيدوس على الزرار بيشوف العالم كله سواء من الانترنت او الساتلايت. يبقى احنا ما زلنا زي ما كنت بقول بنعيد انتاج الماضي. بالاضافه للمحاكم، انهيار البورصه، الصحفيين داخلين في سكه اضراب، دماء بتغرق الشوارع في محافظات كتير. فبالفعل الغضب يشتعل. احنا الكل بيتكلم دلوقتي على ان الرئيس في مأزق، ومأزق كبير جدا، وهو الوحيد الذي يستطيع ان يخرج منه. هنا في مشكله كبيره، لو تراجع الرئيس برضو فيها هزه لمنصبه، فيها هزه لوضعه، ولو ما تراجعش في اشتعال في الشارع. احنا في مأزق، احنا بقى احنا كمصريين اللي في مأزق صعب، لان الكل هيدور على ازاي يخرج بنفسه من هذه القضيه بمنتهى السهوله، ولكن لو على حساب الشعب هتبقى كارثه. لانه هنا احنا دخلنا في متاهات ما كناش كنا في غنى عنها تماما. يعني فكره ان انا دلوقتي الازمه اللي في الشارع، هو الشارع المواطن هو اللي بيدفع الثمن. المواطن مستوى معيشته تراجع من بعد 25 يناير، الاقتصاد متوقف وبينهار. يعني الانهيارات اللي بتحصل ديت اللي بيدفع ثمنها الشخص المواطن العادي، الاسعار عماله تجري بدون حساب. ممكن خوفا على ما يحدث في الشارع، وخوفا على احتقان بيحدث ما بين الطرفين، يمكن تراجعه ده يبقى في صفه اكتر. يعني اكيد يعني مؤيدين قرار الرئيس يعني مش هيثوروا ضده لو تراجع. يعني حصلت قبل كده، صدر قرار للنائب العام وكان مخالف للقانون. يعني انا مش عارف صدر ازاي وكده يعني. فبالتالي احنا دلوقتي كمان صدر حتى بوادر امبارح، ان كان امبارح في الرئاسه في بعض التصريحات في بوادر للتراجع، بس بوادر برضو غير مشجعه، لانه اللي طلع امبارح قال ان احنا التحصين هيتم للقرارات السيادية. هذا يعني أن التحصين هيستمر على التأسيسية وعلى مجلس الشورى، وهو ده نقطة الخلاف مش الباقي. والقرارات اللي فاتت بالزبط. ما احنا بناخد بأثر راجعي دلوقتي. الأخبار الصفحة الأولى، مستشار الرئيس يرفضون الإعلان الدستوري، وكانت أول سؤال اتسأل من كل المواطنين هو فين مستشارين الرئيس؟ يعني القرار ده اما طلع كانوا موجودين فين؟ ما هو انا بسال من الاول هم فين من الاصل، لان من ساعه كل ما بيطلع بقرار بيطلع غلط وبعد كده بيتم التراجع عنه. هم بيشتغلوا ايه؟ انا لحد دلوقتي مش عارف وظيفه ده جيش جرار بيشتغلوا ايه بالظبط، وظيفتهم ايه، وعلى اي اساس. يعني على سبيل المثال بدون ذكر اسماء، في احد المستشارين ينتمي الى تيار ما، ينتمي الى تيار ما، محطوط مسؤول التواصل الاجتماعي، وهو التيار بتاعه عنده ازمه في التواصل مع المجتمع، في عنده ازمه في التواصل مع الاخر، بيرفض الاخر في حاجات كتير وهو اللي صح بس. طب ازاي ده هيقوم بدور التواصل الاجتماعي؟ فانا هنا من الاول الاختيار ما كانش دقيق،
الاختيار تم على أساس حزبي وسياسي وأشياء أخرى، ما تمش على أساس الكفاءة، ما تمش على أساس أن أنا جايب واحد هو الذي يملك هذه الأدوات. لأن أي وظيفة في الدنيا بيبقى ليها جوب سكريبشن. الجوب سكريبشن بيقول أن الوظيفة دي ليها مواصفات 1 2 3، مطلوب يؤدي 1 2 3، اللي بتنطبق عليه هذا الكلام يؤدي يمسك هذا المنصب، يمسك هذا. لكن تخيلي أن في مصر حتى هذه اللحظة كل شيء بيتم عشوائي. لا يعني إحنا من 52 لحد دلوقتي رؤساء وزارة جم ما نعرفش هم جم ليه، في وزراء جم ومشوا برضو مش عارفين هم جم ليه وعلى أي أساس اختاروهم وعلى أي. قيسي على كده بقى رؤساء تحرير، قيسي على كده رؤساء مجالس إدارات شركات، قيسي على كده مستشارين ورئيس، قيسي على كل الوظائف في مصر. ما فيش أي توصيف ولا أي حاجة بتقول ايه المهارات وايه القدرات المطلوبه في هذه الوظيفه. النتيجه ايه؟ النتيجه ان احنا اللي احنا عايشينه النهارده ده نتيجه طبيعيه. ليه؟ لان كل اللي بيتولى منصب ليس صالح لاداء هذا المنصب. فالاقتصاد تراجع، الصحه تراجعت، التعليم تراجع، كل حاجه في حياتنا بتتراجع. التاريخ بيعيد نفسه بالتالي النتائج. لا هو التاريخ مش بيعيد نفسه، احنا بنعيد انتاجه بغباوه شديده. يعني الوطن الصفحه الاولى يعني من ضمن القرارات مرسي يطيح بالقيادات العماليه بموجب الاعلان الدستوري. برضو ده قرار غريب وفي وقت أغرب. الشارع مشتعل والمحاكم والقضاء اتخذوا موقف بالإضراب، الصحفيين فوضوا مجلس نقابتهم لتحديد ميعاد الإضراب، كمان بنشعل الشارع بالعمال. ما هو الهدف من هذا القرار هو الإطاحة بالقيادات الموجودة في اتحاد العمال. هذا يعني أن أنا بحصن المؤسسات والهيئات اللي موجود فيها التيار الحاكم، وبحاول أفكك في المؤسسات والهيئات والنقابات اللي موجود فيها التيارات الأخرى اللي هي مسيطرة عليها، محاولة للسيطرة على اتحاد. ده أعتقد قرار غير صائب في وقت مش مظبوط، في توقيت عليه علامات استفهام كبيرة جدا. لأنه دلوقتي العمال لو طلعوا خدوا اتحاد العمال خد قرار بالإضراب، يبقى البلد فيها حالة شلل. مين اللي عايز يوصل البلد لحالة الشلل؟ مين اللي عايز يوصل البلد لحالة الانهيار؟ ده احنا كده بنزود، بنحط على البنزين على النار بنزين اكتر، وبتحاول نولع في الدنيا كلها. اعتقد ان ده قرار غير صائب وتوقيته عليه علامات استفهام، لان احنا كده بنخش في النفق المظلم، واعتقد ان مصر اكبر بكتير من احنا نخش في السكه دي. يا رب. الاخبار الصفحه الثالثه، ازمه في نقابه الصحفيين. هو هي مش أزمة في نقابة الصحفيين بقدر ما في برضو بنفس الكلام إن هناك رفض للإعلان الدستوري ومحاولة بعض الأشخاص وهم يعتبروا أقلية إثارة الفوضى في الجمعية العمومية وإلغائها، وإثارة إشاعات بأن الجمعية العمومية لم تكتمل عشان الناس تمشي وإلى آخره. ورغم هذا الجمعية استمرت، وفي الساعة 3 اكتملت واتخذت عدة قرارات من ضمنها رفض الإعلان الدستوري، من ضمنها تأكيد الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، وتفويض مجلس النقابة في تحديد مواعيد للإضراب، وإن هم هيشاركوا في مسيرة يوم بمسيرة يوم الثلاث هتعدي على نادي القضاء إعلانا عن تضامنهم مع موقف القضاء، وبعد كده هيتجهوا للتحرير. لكن الأزمة الحقيقية هي لغة الحوار اللي حصلت. نقابة الصحفيين من أهم النقابات اللي موجودة في مصر، اللي بتعبر عن بيطلق عليها نقابة من نقابات الرأي. نقابة الرأي المفروض إن هي تكون قدوة للمجتمع كله. أن يحصل تشابك بالأيدي، أن يحصل المواقف اللي حصلت، أعتقد إن ده بعض الأشخاص القليلين كانوا، الأغلبية كانت واضح في الجمعية العمومية إن هي واخدة اتجاه واضح وصريح ومحدد. البعض حاول إثارة الشغب أو إثارة المشاكل لإلغائها أو عدم الوصول لقرارات. ولو بصينا هنلاقيهم أعداد أشخاص معدودين على الإيد الواحدة، يعني صابع الإيد الواحدة. فبالتالي انتهت الأزمة بخروج الأعضاء أكبر النقيب على الخروج من قاعة الاجتماع، وبعض الأشخاص الآخرين اللي حاولوا إثارة الشغب، واستكملت الجمعية العمومية وصدرت منها القرارات. لكن برضو بنشير في الآخر إلى نقطة مهمة، أن لا يجوز أن يحدث هذا التشابك، ولغة الحوار والصوت العالي في نقابة عريقة لها تاريخ زي نقابة الصحفيين. طبعا امبارح كان في دهشه في كل البيوت من انقطاع ارسال التلفزيون المصري، ومن الاهرام الصفحه الاولى توقف ارسال 3 قنوات بالتلفزيون 70 دقيقه نتيجه تشوش متعمد.
مين اللي ممكن يكون يعني وراء محاولة التشويش على قنوات التلفزيون؟ يعني أعتقد التلفزيون بتاعنا والنايل سات بتاعنا، ولو حد داخل يشوش عليا جوه مصر ده يبقى البلد بقت مستباحة. في كتير بيصرفوا فلوس لإثارة الناس وينزلوا الشوارع وينزلوا المظاهرات، وفي ناس كتير ظهرت عليها علامات ثراء، ماشي ده كل ده يحصل، لكن التلفزيون بتاعنا والنايل سات بتاعنا هل كمان ده قابل للاختراق؟ هل ده قابل؟ انا طبعا عندي علامه استفهام حوالين اللي حصل، لان هو 70 دقيقه عموما ده وقت طويل جدا. ان التشويش اعتقد انه ده كلام غير منطقي وغير موضوعي، ولازم نحترم عقول الناس ونقول الحقيقه ونقول ايه اللي بيحصل وشوشنا ليه، لان محدش هيقدر يشوش علينا جوه مصر، لان مصر اعتقد قدراتها اكبر بكتير من احنا، مش دوله زي قطر فيها 200 300 الف واحد وده شعب يعني. لا ده انت في بلد فيها 80 مليون، عندك كوادر، عندك بلد، عندك اجهزه، عندك جيش، عندك مخابرات. اما تيجي تقول لي حد دخل يشوش عليا جوه مصر، لا يبقى ده تهريج ومحتاج وقفه، ووقفه حقيقيه، لان احنا كده يبقى فين البلد؟ صحيح. الاخبار الصفحه الاولى، البورصه تنهار وخسرت 29.2 مليار جنيه. بصي، راس المال جبان، راس المال دائما يبحث عن حاجتين مهمين: الاستقرار السياسي في اي بلد هيستثمر فيه، نمرة اتنين يحتاج الى منظومه قوانين واضحه ومحدده تحدد الحقوق والواجبات، لو حصلت مشكله هلجأ لمين وهحلها ازاي وفي قد ايه. لو منظومه التشريعات اللي موجوده غير منتظمه الاستثمار بيهرب، لو المناخ السياسي مش مستقر الاستثمار بيهرب. نتيجه طبيعيه للانقسام اللي حصل في الشارع المصري بعد الاعلان الدستوري الاخير انه راس المال يهرب. الاغرب بقى ان اللي كان بيبيع امبارح وصلنا لحوالي 30 مليار خسائر في يوم واحد، وده رقم مذهل، المصريين مش الاجانب. كل واحد خاف على فلوسه وبدا يبيع، حتى وده طبيعي، حتى لو بالخساره، لانه طبعا ده بينزل هو بيبيع بخساره. فبالتالي الاقتصاد رقم واحد بالنسبه له هو الامن، هو منظومه تشريعات ما فيهاش فساد. يعني احنا طوال السنين اللي فاتت كان بيهرب مننا الاستثمار، رغم ان احنا بلد لينا وضع ولينا امكانيات ممكن تبقى مصر حاجه تانية اقتصاديه، كان الاستثمار بيهرب نتيجه اللعبكه والتشابك في القوانين. لما نيجي دلوقتي في وخلينا كمان صراحه، لانه كان هناك من ياخذ اموال من تحت الترابيزه عشان يسمح للمستثمر يشتغل، فبالتالي كل دي كان بتطفش المستثمرين. نيجي النهارده كمان نقيد دور المحاكم باعلان دستوري، اعتقد ده هيكون سبب كبير جدا في تراجع الاقتصاد اللي هو متراجع ومنهار. مزيد من الخسائر. بعض الخبراء بيقول لو الخسائر اللي حصلت في البورصه استمرت احنا ممكن خلال 3 شهور بس مصر تعلن افلاسها بسبب هذا التصرف. فاحنا محتاجين اعاده النظر بسرعه لاعاده الثقه في الاستقرار السياسي في الاقتصاد المصري، لان الاقتصاد المصري طول ما هو بيتحرك اعتقد ان احنا هنبقى هنمشي لقدام. هل متوقع ان يكون في استقرار سياسي بعد 3 شهور من دلوقتي؟ يعني بالوضع الحالي اللي احنا شايفينه لازم التوافق. ما هو بصي، لازم ندرك زي ما قلت في اول الكلام، ما فيش حد هيعيش لوحده، لازم ندرك ان الجميع موجود، لازم كلنا نشتغل مع بعض، لازم كلنا نخرج بره الدايره الضيقه بتاعه المصالح الحزبيه الضيقه اللي هي بتعبر عن مجموعه وشريحه صغيره لمصلحه مصر. لو كله بص لمصلحه مصر بس، انا اعتقد بالشكل اللي موجود بالاشخاص اللي موجوده احنا بنعيد انتاج الماضي، ومحدش هيبص لمصر، كل واحد عايز ياخد التورته لوحده، ما يديش حتى حته صغيره للي حواليه، وربنا يستر وما نوصلش لبكره. الكاتب الصحفي استاذ نبيل صدي، مدير تحرير مجله صباح الخير، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. شكرا يا فندم. مشاهدينا خليكم معانا، بعد الفاصل هنكمل معاكم فقراتنا في نهارك سعيد.